عبد الملك حياك الله في مدينة أدلد الأسترالية. هلا حياك الله. كيف في لغة أسترالية عندك؟ لا والله ما في، لغتهم إنجليزية ما في أسترالية. طيب إيه. كيفك في الإنجليزي؟ أنا؟ طيب. مش لابد. طيب كابتن المباراة يعني حتى شفت تو قبل شوي كلام المارفك كلام أسامة، مباراة يعني حسيتها مباراة خلينا نقول كروية، حياة أو موت، إيش تقول؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت أنت، مباراة تعني لنا الكثير في مشوارنا للتأهل لكأس العالم، تعطينا دفعة معنوية ونقطية أنك تكون قريب جدا للتأهل. إحنا شغالين على موضوع المباراة من خلال التمارين، من خلال المباريات والاستعداد الجيد الذهني والبدني، إن شاء الله نقدم صورة طيبة في المباراة. عبد الملك طالع في المدرجات يمين ويسار وورا، طالع والله المدرجات بعيدة، يعني زي ما تقول زي ما هو ملعب رقبي أو كريكت أو شيء بعيد. يعني عن لو كانت مليانة تخوفكم؟ لا بالعكس، احنا متعودين، يعني عندنا ملعب في جدة يمكن أكبر من الاستاد هذا، وقدمنا فيه مباريات جميلة. طيب شو اللي وين القوة بالنسبة اللي تشوفها أنت؟ لا أنت لاعب اليوم تلعب في المنتخب يعني من فترة طويلة، شو القوة بالنسبة للمنتخب الأسترالي؟ ما يخفى على احد، يعني المنتخب الاسترالي معروف، يعني الفريق يعني يمتلك بنيات جسمانيه قويه، الكور الثابته، فريق شامل، يعني ما تقدر تقول فيه عنصر عنصرين مميز، فريق يلعب مجموعه. اذا قلنا هو يمتلك ويمتلك مثل ما قلت، انتم مش تمتلكون؟ والله نمتلك الامان، يعني فريق معد عداد على مستوى عالي جدا، فريق يمتلك مهارات فرديه، فريق منضبط تكتيكيا، ويميزنا انه فريق متكامل. حلو. هاجس الجمهور السعودي اليوم يقول نقطة حلوة، الهاجس هذا موجود عندكم كلاعبين؟ احنا نعمل على افضل نتيجة ممكنة اللي هي الفوز، وان شاء الله باذن الله نتوج فيه. اذا ما حلفنا الفوز ان شاء الله يكون التعادل نقطة ايجابية خارج ارضك. طبعا وغياب بعض اللاعبين مثل فهد المولد ساهم في المباريات الماضية، نواف العابد ساهم في المباريات الماضية، غيابهم يأثر عليكم؟ أول شيء أتمنى لهم الشفاء العاجل، زملاء اللي كانوا معنا في السابق في المعسكرات، ما في شك هم لاعبين لهم قيمتهم في المنتخب، لكن اللعيبة الموجودين يغطونهم إن شاء الله بإذن الله. شكرا.